ما تخافوش هيرجع. اللي عمله ده معناه انه خلاص جاب اخره، وما حلتوش غير الكلمه دي يرميها في وشكم بعد ما حس ان انتوا خلاص فقتوا من الوهم اللي كان معيشكم فيه. ده سلاحه الوحيد، فاكر انه بكده بيطردكم من جنته، وانتوا لازم تثبتوا له العكس. لازم تثبتوا له ان الجنه دي بيك ومش بيه، وان العدل اقوى من ضعفكم واقوى من قوته. ساكتين ليه؟ اتكلموا ردوا عليا، عايزه اسمع صوتكم. كنا خايفين لواحده فينا تحصل هدى، ادينا كلنا بقينا معاها. الحلم اللي عايشتينا فيه بقى كابوس كابوس. انا اللي مش قادره اصدق، بس هي لسانه طوعه وينطقها. هو احنا يا اختي رخص عنده قوي كده وملناش اي هديه؟ البني ادم عشان يبقى غالي لازم يدفع الثمن، وانتوا عشتوا طول عمركم خايفين من اللحظه دي، وديها حصلت على اهون سبب، يبقى لازم تفوقوا بقى. احنا قاسينا عليه بزياده يا اختي، وهو مش مستحمل. هو ما كانش مستحمل، فواز مش وحش، تلاقيه هو بس اللي ناسي شويه. هو عمره قاسي على واحده فينا؟ بس كان لازم يعرف قيمتكم، كان لازم يعرف قيمتكم كويس قوي عشان لما يرجع يلغي الاوضه الرابعه دي ويقفل عليكم الباب ده وما يدخلش عليكم واحده جديده. وانا متاكده انه هيرجع، صدقوني هيرجع. مش حمل غلاستك ولا سخافتك، كفايه ان انا قاعد في العك ده. خد لك نفس من هنا وانت تطير. انا همشي. لا لا لا، تمشي ايه؟ ايه ده كده شويه؟ ما بقاش خلقك كنس. بقول لك ايه؟ انا جاهز وزي الفل ومستعد اسمع حكاويك كلها. ولا اقول لك الهواله بتقلب المواجع. انسى الدنيا فواز بحكاويها البايخة وحواديدها التركي. أنا مخنوق يا فريد، مخنوق، لا عايز أتكلم مع حد ولا حد يتكلم معايا. افتح الشباك يا فواز وطل منه، وخد لك نفس وأنت تبقى في الحلاوة. بس أنت بصراحة ما تفهمش في الحريم، أنا بس اللي أفهم في الحريم. لا يفل الحديد إلا الحبيب. كتير بدي اياكم تتابعوه خطوه بخطوه ولحظه بلحظه، وما بدي اياه يغيب عن عيونكم، وبدي اعرف كل شرده وورده. باي باي. والله وقعت يا ابن الصياد وما حدا سمع عليك.
يوم وطوب العمر كله يا حاج فواز. ارقص ارقص. انت هنا انت شطار شطار. انا لا شطار ولا ملاك، انا بني ادم ضربه في الخلاط وفي الاخر زبادي خلاط. حتى المشروب بتاعه ريزل زيه. بقول لك ايه؟ ايه؟ تتجوزيني؟ لا ماليش في العرفي يا عنيا. عرفي؟ حد جاب سيرتي العرفي؟ العرفي ده كان زمان، ايام وراحت عليها. ياه، انا بتكلم بالجديد منه، الشرعي منه، على سنة الله ورسوله. اوريكي. الو يا زكي، انت بتقول ايه يا زكي؟ فواز عمل كده وخلاني اخد له المأذون لحد هناك وكتب عليها فعلا؟ اه، وقال لي اقول لكم محدش يروح العوامة اليومين دول علشان هو دخل عليها هناك. رقصة رقصة يا فواز. عادي يعني، ما جراش حاجة لكل ده، بتحصل في احسن العائلات. مش عارف ايه اللي حصل ده، انا اول مره تحصل لي. كل الرجاله بتقول كده لما بيتحطوا في الموقف ده. تحترمي نفسك يا بنت انتي، في ايه؟ انت مش واعي لنفسك، مش عارفه انا مين. كل ما هنالك انت في فكر في بالي جامد قوي، اكيد شتتني او اتلخبطت في العلب. هما برضو كلهم بيقولوا نفس الكلام لما بيتحطوا في الموقف ده. لمي نفسك يا بنت احسن لك. بقول لك ايه، انت شكلك كده تعبان ومفرهد وعرقان، ريح جسمك شويه وخليك في حالك وسيبني انا في حالي بالنيله اللي انا فيها. بركاتك يا ابو سميحه، بركاتك. مين ابو سميحه ده؟ زميل في الكفاح. خد بالك على نفسك لا تستهوى. اللي جوع الظرف حيخليكم تاكلوا السوق اكل، وانا اللي حاعمله بهالظرف حيخلي فواز الصياد في خبر كامل. خلينا يا صاحبي بالاول نتفق، انا اعرف مكسبي وانت تعرف مكسبه، وبعدين كل واحد منا في طريقه مثل ما انت قلت. شوقتني يا سليم، الظرف ده فيه ايه وهنعمل بيه ايه؟ انت بتقول ايه؟ فواز ابني انا عمل كده؟ انا ما صدقتش زكي لما جه وقال لي يا حاج، بقيت واقف مذهول، ما بقيتش عارف اعمل ايه. حاولت اتصل بفواز، كل موبايلاته مقفوله، قلت اجيلك عشان نلحق نتصرف. اه، يبقى عملها عملها وطلق واحده فيهم. مش ده المهم دلوقتي يا حاج، المهم دلوقتي اننا لازم نلحق فواز، لازم نتصرف. وهم فين دلوقتي؟ استني يا دلال، يعني انت شايفة ان هو ده الحل؟ فضلتي طول الليل تفكري بتحسبيها، لقيتي نفسك الصبح واخدة شنطتك وسايبة البيت؟ مش احسن لما يجي هو يطردني منه؟ مش من حقه انه يعمل كده، وانت مش من حقك تفرطي في حق ابنك. التفريط في الحق ده عامل زي التريكو، لما بتشدي حتة منه بيكر كله. بقولك ايه، انت لو مشيتي دلوقتي هتضيعي حق ابنك. يا ستي انت ايدك في المايه البارده، ما انتش حاسه باي حاجه، مولوده في بقك معلقه ذهب. اهلك ما شاء الله ناس اغنيه، وعندك شغلانه بتدخلك فلوس كتيره، لا عمرك اتحشرتي في اتوبيس ولا حتى في ميكروباص، ولا عمرك حسيتي ان كل حته فيكي بتتعرى وسط زحمه ما بتفرقش بين راجل وست. أنا ما فهمش الكلام الكبير اللي انت عمالة تقوليه ده، ولا أفكارك المجعلصة دي. أنا كل اللي أقدر أعمله دلوقتي إن أنا أروح أدور لي على شغلانة. آه، شغلانة يطلع لي منها قرشين أصرف بيهم على أمي وأخواتي وابني اللي لسه عيني ما شفتهوش. بلا كلام كتير، سلام. استني يا دلال، اسمعيني بس. الظرف ده بعينه بتاعك. ايه ده؟ وريني كده. استني.
طيب ايه فريد التخبيط ده؟ انا مش قلت ابويا ايه؟ شفت عفريت قدامك ولا ايه؟ اتفضل يا ابويا. فواسي مين اللي جاي يا حبيبي؟ فواسي مين دي يا فوازيتها؟ هتكون مين يعني يابا؟ مراتي طبعا على صوت الله الرسول. أني سنة يا أني سنة. انت مش على ذمتك أربعة غيرها ولا أنا بخرف؟ عملتها إزاي المرة دي؟ مالك الحاج دخل عليا بالحامي كده ليه؟ لما أسألك ترد. طلقتهم الأربعة. طلقتهم. طلقتهم. ايه الجواز والطلاق عندك ايه؟ لعبه بتشبط فيها ولما تزهق منها ترميها ولا كنتش فاكر الدنيا دي عزبه ابوك ماشي تبرطع فيها زي ما انت عاوز وتدوس على الخلق من غير ما يهمك حد؟ طب فهمني يا حاج. حاج تخليت فيها حاج ولا شيخ؟ خلاص فتحت صدرك للشيطان على البحري وسبت المرمد فيك وفينا. ده انا عشت عمري كله اسد كل البيبان اللي بيخش منها عشان ما يطلعش. الظاهر انا قبل ما ربي فيك الخير زرعت فيك الشر. طبعا زرعت فيك الشر بدلع ماسخ وطبطبه غبيه وسكوت على بلاوي لغايه ما وصلنا الجوازه زي دي. بس اسمعني يا حاج. اسمعني انت، اسمعني وافهم اللي هقولهولك ده كويس قوي. ده صحيح يا ابني صاحب الشركه والمحلات والمصانع والفلوس، ويمكن اكون انا في الاخر واحد من اللي شغالين عندك. ايه حكي الكلام اللي بتقوله ده؟ بس كل ده ما يلغيش ابدا ابوك. فاهم؟ انا ابوك وكلمتي لما تطلع لازم تسمع. ايه دي زي ما طب عليك في غلط كتير جه الدور بقى علشان تفوقك وتفوقني من الغفله اللي كنت اقول فيها. ظلمناها يا انهار؟ عرفتوا دلوقتي احنا بالنسبه له ايه؟ احنا بالنسبه له زي اللي في الصوره دي بالظبط. مجرد ليله يتمتع فيها حتى لو كلفته جوازه. ودي بعنا كلنا في ثانيه عشان يعيش لنفسه. مش ممكن فوازي يكون اتجوزتي. مش ممكن. اكيد الاقذار اللي في الصور دي تمثيليه. تمثيليه بيضحك بيها علينا عشان يغيظنا ويستفزنا. انا مش مصدقاكم. انتوا لسه لغايه دلوقتي بتدوروا له على مخرج؟ لا ده اكيد ملعوب. حد من كام منه وبيكرهه. طب العمل ايه دلوقتي؟ عمل ايه؟ ما خلاص يا اختي ما بقاش فيها عمل. كلها كام يوم ويدخل علينا بيها ويطردنا كلنا بره البيت. ما عادش ليا حق في البيت ده خلاص. لا ليكي ولينا كلنا. ازاي؟ ازاي يا اختي واحنا مش على ذمته؟ ومين قال اننا مش على ذمته؟ يعني ايه؟ ما هو قالها لنا كلنا في وشنا. قالها في وشنا احنا وبس. مفيش حد غيرنا عارف كده. يعني قدام الناس كلها هو متجوز أربعة ودلوقتي اتجوز الخمسة. انت ايه؟ عايزة توصلي لإيه بالظبط؟ مش هو لعبها معانا قمار؟ أنا بقى هخليه يخسر كل حاجة. والنار اللي رمانا فيها دي مش هتلسع حد غيره. بس انتوا بس اسمعوا كلامي. جميلة سعيد المحامية عايزة
الثاني وكلمني وكلمني. ثانية واحدة. ايه ده؟ عايزين ايه؟ انت فواز منعم الصياد؟ اه ايه؟ والهانم اسمها شوق مش كده برضو؟ خش جوه. خش جوه. نعم، عايزين ايه؟ احنا معنا امر من النيابه بضبط واحضارك انت وهي. ضبط واحضاري؟ ورقه المأذون دي بتثبت ان انت اتجوزت المدام. مظبوط. يومين تلاتة على ما استلم القسيمة. ايه المشكلة؟ المشكلة يا استاذ فواز ان الورقة اللي انت جايبها دي عشان تبرأ بيها نفسك بتدينك. ازاي يعني تدينه وهو اساسا بتثبت ان احنا متجوزين؟ مش فاهم حضرتك تقصد ايه؟ اقصد يا استاذ فواز ان انت متجوز اربعة لذمتك، ازاي تتجوز الخمسة؟ خمسة ايه يا فندم؟ انا مطلقهم الاربعة. طلقتهم عند مأذون شرعي؟ لا، لما انا رميت عليهم اليمين. عندك شهود على الكلام ده؟ شهود ازاي يعني؟ كانوا كلهم موجودين في البيت، هجيب شهود على اهل بيتي؟ جيبوهم واسالوهم. على فكره يا استاذ فواز اللي مقدم البلاغ ده زوجاتك. بلاغ؟ استاذ فواز انت متهم بموضح تكون سهل بالتدليس على كونك تجمع بين اربع زوجات غير السيده شوق. اكتب يا ابني. قررنا نحن يوسف سيف النصر وكيل النائب العام حبس المتهم فواز منعم الصياد اربع ايام على ذمه التحقيق ويراعى التجديد في المعاد. حلقتنا النهارده حلقه مختلفه واستثنائيه لانها باختصار بتتكلم عن الزوجه الخمسه. بصراحه موضوع الزوجه الخمسه ده صدمه ما حدش يقدر يستحملها. يمكن تكون واحده اتنين تلاته اربعه، لكن الخمسه طب تيجي ازاي؟ النهارده في برنامجنا الستات ما عرفوش يكذبوا احنا قبل كده كنا فتحنا موضوع تعدد الزوجات، والنهارده احنا بنكمله لحضراتكم. الحقيقه القصه ان في راجل اتعود يتجوز اربع ستات وكان بيقعدهم كلهم في بيت واحد، لكن الجديد بقى انه اتجوز الخمسة. طب ازاي؟ حصري في برنامجنا النهاردة ستات ما يعرفوش يكذبوا هنقابل الستات دول، هنسألهم ازاي وافقوا، ازاي عاشوا، ازاي تعيشوا، وايه موضوع الأوضة اللي دايما فاضية لاستقبال الزوجة الرابعة. اهلا وسهلا بيكم منورينا. بس قبل ما نبدأ حوارنا معاهم مفيدة ونعرف قصتهم وحكايتهم هنروح لفاصل ونرجع نواصل حوارنا مع ضيوفنا تاني. نتناقش النهارده في حلقتنا عن تعدد الزوجات. استاذه كمانيا بما ان حضرتك صاحبه الدعوه فتقدري تحكي لنا الحكايه من اولها. الجميع يفكر ان يغير العالم ولكن لا احد يفكر في ان يغير نفسه. هذه العباره القصيره في حروفها والعميقه في معناها تحمل اجابه على اسئله كثيره ممكن ان تدور في ذهن المشاهدين. انا اول ما قريتها حفظتها وخليتها منهج ومبدا في حياتي. فعلا إحنا شغلين نفسنا باللي حوالينا بشكل سلبي وما بنحاولش نغير من نفسنا. أنا لما دخلت بيت فيه ثلاثة غيري حاولت أخليهم يغيروا من نفسهم وأنا كمان أتغير معاهم. السؤال الأهم واللي جاي لنا كتير على الفيسبوك من مشاهدينا، إزاي كنت عايشين في بيت واحد وكان بيعاملكم إزاي؟ هو حضرتك يعني إحنا كنا دايماً حاسين طول الوقت يعني إن إحنا كلنا أخوات كده في بعضينا يعني.
وبصراحة الحاج يعني هو بيعرف يعني ازاي يحب ويعرف ازاي بيتحب يعني. بس احنا بصراحة لما كنا كل واحدة فينا بتختلي بنفسها في اوضتها يعني كنا بصراحة دايما بنحس ان احنا مش يعني مش كل واحدة فينا يعني واخدها لوحدها، ان احنا لينا في شركة كتير. بس برضك يعني عمر ما واحدة فينا حست ان في واحدة احسن منها، لانه يعني هو بصراحة يعني عمره ما أثر مع واحدة فينا ولا حسس واحدة إنها أحسن من التانية. كل واحدة فينا كان ليها مكان خاص بيها، كانت بتحس فيه إنها ملكة وما فيش حد قدها، كلنا كنا واحد. طب ممكن أسألك سؤال؟ عندي إحساس كده إن أنتي بتدافعي عنه رغم كل اللي عمله فيكي. مفيدة، إحنا جايين نهدي النفوس. النبي سيبيني أطلع الطلعة دي، مش قادرة. النبي لأنتي مجاوبة. عليه الصلاة والسلام، هي كل حاجة وحشة بتحصل لينا كلنا كنا شركة فيها، حتى لو كان بالسكات والرضا. وبعدين لعلمك الغلط لطط الكل. اتفضل اقعد. أستاذة كاميليا، حضرتك محامية معروفة وعندك جمعية بتدافع عن حقوق المرأة وضد فكرة تعدد الزوجات، يعني مش قادرة اتصور ازاي انت شخصيا قدرتي تتجوزي واحد متجوز 3 مرات. مبدئيا انا ما كنتش عارفة انه متجوز. طب ولما عرفتي ان هو متجوز عملتي ايه؟ حسيت قد ايه البني ادم ضعيف قصاد شهواته، وحزنت عليه قوي لما عرفت انه اختار كده عشان يوصل لي. طب بصراحه كده القضيه اللي انت رفعتيها كانت من مبدا الغيره الشخصيه ولا دفاعا عن حقوق المرأة؟ انا بدافع عن الحق والعدل، اما الغيره فهي زي مشاعر كتير ماتت جوايا خلاص، وانا بنتهز الفرصه النهارده عشان اقول لفواز قصاد الدنيا كلها طلقني يا ابن فواز. لو انت صحيح عارف ربنا زي ما انت بتقول طلقني وكفايه لحد كده. ادخل. كنت متأكدة انك هتعملي كده. انا خلاص مبقاش ليا مكان هنا، انا الوحيده فيكم اللي طلبت الطلاق قدام كل الناس. احنا نضحك على بعض؟ ما احنا كلنا متطلقين. انتوا لازم تكملوا اللي انا بداته والا هتخسروا كل حاجه. نخسر؟ ما اظنش يا اختي ان في حاجه تانية ممكن نخسرها. عارفه يا نهار، انا لما جيت هنا ودخلت البيت ده كنت عارفه كويس قوي ان انا مفيش مكان فيه، بس كنت شايفه نفسي في مصير كل واحده فيكم لو عملت زيكم. ايوه بس احنا عملنا زيك، احنا طلعنا قدام الدنيا وكدبناه وفضحناه عشان نهده. انت بتلوميني يا نهار؟ بتلوميني عشان وقفت معاك وساعدتكم؟ مش عارفه الومك ولا الوم نفسي. الومك على اللي عملناه ولا الوم نفسي على السنين اللي فضلت فيها ساكته؟ بس انا اللي خليتكم تعملوه ده، هو اللي جاب لكم حقكم منه. الحق ما بيجيش غير بالعدل، والعدل اللي بيدني على كذبه بيبقى باطل. مش انا اللي هعلمك الكلام ده يا استاذ. لو كان فواز استغل حبنا وحشنا مع بعض في بيت واحد، فانت استغلتي ضعفنا، استغلتينا وحطتينا معاكي في مركب عشان توصلي لبر المجد والشهره، عشان تكسبي حرب وتطلعي فيها انت لوحدك اللي كسبان. استغلتي فيها غير 3 نسوان غلابه، مش كده؟ والله طلقتهم، بس هم انكروا قدام النياب
ولما قلت لوكيل النيابة طب ارمي عليهم اليمين دلوقتي تاني، قال لي لا من العقد الجديد سابق، يعني كده كده القضية لبساني. لا 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 يا ابني ما تقولش كده فواز، لا اكيد في حاجة غلط وانا مش هسكت على كده ابدا. عموما يا فواز في محامي كبير قوي مسك القضية وهتخرج قريب قوي ان شاء الله. استغفر الله العظيم يا رب. ما تروح لأنهار يابا، روح لأنهار، هي الوحيدة اللي مش هتقدر تنكر، وانا متأكد اللي مش هون عليها. اكيد يا ابني هروح لها، ما هو لازم اروح لها عشان اعرف حتى هم من ايه عملوا كده. المهم يا فواز يا ابن حبيبي انت بس خليك في نفسك وخلي بالك قوي من نفسك كمان، واي حاجه باظت هتتصلح ان شاء الله. الظاهر انا اللي كان المفروض اتصلح، شكل الالم بتاعك جه متاخر قوي يا حاج. معلش يا ابني مفيش حد معصوم من الغلط، بس ولاد الصياد ده اللي ماشيين في الدنيا ببركة إيمانهم وعارفين ربنا كويس أوي وحافظين كتابه، لما يقعوا يتعلموا ولما يغلطوا يستغفروا ورحمة ربنا واسعة يا ابني، ربنا مفيش أرحم منه. ونعم بالله يا حاج ونعم بالله، لما قعدت في الزنزانة الضلمة قعدت لوحدي يا حاج، لقيت نفسي بقى لعتوب الدنيا كل شهواتها، حسيت اني في خلوه كنت بعتج لها من زمان، خلوه بجد، لقيتني عمال ارجع لايام زمان، ايام خير الحمام يا حاج. فاكر يابا قلت لي ايه؟ فاكر فاكر فواز فاكر يا ابني، قلت لك اوعى تقفل باب بيا وركبت بصير، عشان لو ابتدت خلق عمره ما هيحط عندك تاني. ما هو ده يا ابني معنى الحريه اللي انت ما فهمتهوش وقتها. بس مش هو ده اللي انا ربيتك عليه؟ يعني كنت عايزني اعمل ايه؟ ارضى واعيش معاه واقول دي اسمتي ونصيبي؟ واربط مصيري بواحد بيتعامل معانا زي شرباته اللي بيغيرها كل يوم عشان تليق مع البدله اللي لابسها؟ لا يا بابا، أنا كان لازم أخد موقف عشان يحس ويفهم ويفوق من اللي هو فيه. بعد ما وافقتي إنك تروحي معاه وإنتي عرفتي حكاية جوازه أنا استغربت، لكن لما شفتك في البرنامج ولقيتك لماهم حواليكي فهمت. بس أنا ما تجرتش بيهم ولا ألفت حكاية، ده واقع ستات كتير عايشين بس مش لاقين مين يتكلم عنه، وده اللي أنا عملته. فواز داس على كرامة الست جواكي، خلى توازنك يختل وتتلخبطي وتوصل بيك الدرجة انك تفضحي بني ادم على الهوى المفروض انه جوزك، ويحولك من محامية بتدافع عن حقوق الانسان الى جلاد بيحاكم من غير عدل. الحمد لله ادينا اطمننا على دلال، فاضل بقى نطمن على الباقي ونشوف ايه اللي وصلنا لحد كده. النبي يا ابو الحاج الله يكرمك، قبل ما تقول اي حاجة، اللي وصلنا له ده بسبب ابنك انت، واللي عملناه لدوبك نقطة في بحر من اللي عملوا فيه. قبل ما تسني السكاكين كسميحة لازم تسألي نفسك الأول هتكسبي ايه من أذية جوزك أو من أذية أي بني آدم. يا سميحة يا بنتي عمر الأذية ما بترد حق ولا بتفش غل، بالعكس دي بتربي كره، بتبقى عامله زي حبل على رقبتك لحد ما يخلوك لحد ما تموتي، وقتها الكل هيبقى خسران. ليه؟ هو لما كان بيبدل علينا كل يوم والتاني واحده ما كانتش دي اذيه لينا برضك؟ لما ما كانش بيشوف غير نفسه هو وبس لوحده في الدنيا دي واحنا مش مهم، ما كانتش دي أذية؟ ده احنا عملنا مخدينا مداس، كنا بنسرق الضحك على وشوشنا عشان هو يبقى مبسوط، واحنا من جوه بنتعز لوحدنا، بنتعز لوجدتنا بتموت كل يوم والتاني، وهو ولا داري بينا، نعمله ايه اكتر من كده؟ ها احنا اللي خسرانين من حد،
احنا اللي خسرانين. ابوس ايدك، اتقوا الله فينا، اتقوا الله، حرام عليكم. يا مش قادر اصدق اللي بسمعه ده، والله ما انا قادر. عشان عمرك ما حطيت نفسك مكان ست، جوزها كل يوم بيحسسها انها مش ماليه عيب، وجعها وحش قوي وضحك. حتى انت كمان يا انهار يا بنتي. انا ايه؟ ده انا ساكته وكلمه في قلبي وما قلتهاش كل الكلام اللي قالته سميحه، واللي هتقوله هدى، واللي شايله دلال، واللي شايله كاميليا، وغيرهم كتير. انا كل دول متكونين جوا واحده عاشت عمرها كله بتدي وما استنتش تاخد. معقولة يا نهار؟ معقولة انتي؟ انتي اللي قلبك شلوا الحب ده كله لقيتي فيه مكان للكل ده؟ على فكرة أنا مش جايلك عشان أقولك اجري الحقيقة، ولا قولي الحقيقة علشان فواز يخرج من السجن اللي هو فيه. لا لا يا بنتي، لا. أنا جاي أقولك فواز في ديها نهار. فواز محتاج كل قلب حبه بجد. فواز المرة دي محتاجك أنت يا نهار، محتاج لإيد حنين يطبطب عليه. مالك يا نهار؟ ايدك متلجة قوي كده ليه؟ انت خايفة؟ مش عارفة. مش هنهار اللي تتردد في حاجة زي دي. ما تبقيش اختي اللي علمتني ازاي اشيل كره اخواتي من جوايا. يلا يا حبيبتي ادخلي بره يجوزك. يلا يلا. حرم على ابن عمي. جمع ان شاء الله. شكلك عايز تقول كتير. والله انا ما لقيتش اطهر من بيت ربنا علشان اغسل روحي بالذنوب اللي انا شايلها. أقول لك على طابق على قلبي بقاله كتير. أنت جيت المرة اللي فاتت أنت وأخوك، قلتوا لي كلام زي ده برضه. كانت كدبة ولعبة متفقين مع سليم فيها. فضلنا كتير نلعب لحسابه، حسابنا ساعات. احنا دخلنا بيتك يا فواز وكنا عايزين نسرقك. انتوا شيطان يا فواز لما بيتملك من حد بيعمى عينيه، بيخلي النفس ما تشوفش حاجه غير الحاجه اللي طمعانه فيها. ده انا فتحت لكم بيتي وشغلي، انا امنتكم على مالي، قلت لكم لو ليكوا حق تعالوا خدوه. أنا هنا فواز عشان أرجع الحق لصاحبه. فواز يا ابني، مفيش بني آدم بيمشي في ظل المولى عز وجل وينضم أبدا أبدا، وأنت راجل حافظ كتاب الله،
عشان كده إن شاء الله هيحفظك يا ابني من كل سوء. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. أنا كنت خايف تكون كاميليا هي اللي ورا الموضوع، قلت هي الوحيدة اللي ليها مصلحة. يعني أنت كده يا ابني اطمنت؟ كده ارتحت. الحمد لله. حس كده بقى جه عليك أنت الدور ترد الحق لأصحابه يا فواز. يعني ايه خرجتيه؟ ها؟ مش فهماكي. يعني ايه خرجتيه؟ يعني احنا دلوقتي بقينا خلاص مطلقين رسمي؟ يعني احنا يا اختي هنترمي في الشارع رميتك كده؟ مش هي دي الحقيقة ولا هنضحك على بعض؟ لا لا يا حبيبتي مش هي دي الحقيقة. وانتوا اللي ضحكتوا عليا، اه انتوا اللي ضحكتوا عليا، قلتوا لي يلا يلا يا سميحه هنحط ايدينا في ايدين بعض ونتلم. صدقتكم وحطيت ايدينا في ايديكم، قلتوا لي يلا نجري نربيه نعلمه الادب زي ما هو مربينا. مشيت وراكم ووافقتكم، وفي الاخر انا عار البطله جريت على الاسم عشان تطلعيه وتبقي البطله، وانا سميحه كخه يا اختي كخه. سميحه ام قلب اسود الشرانيه، مش هو ده اللي انت عايزاه؟ احنا ما بقلناش وعد هنا، احنا لازم نمشي بعد كل اللي حصل ده، لازم نمشي والا هو اللي هيجي وهيطردنا. لا والنبي، اه لازم نمشي فعلا. هو انت خايفه من ايه؟ عادي يعني من طهيلة واحدة هتروحي تقعدي عند أمك مع أبوه لحد ما الدنيا تهدى عشان ترجعي له، وأنتي الصدر الحنين بتاعه وأنا ولادة الكلب ولادة الكلب. حرام عليكي يا شيخ، حرام عليكي، ارحميني مش كده. أرحمك؟ إيه؟ قلت لك على جرح أختي ولا إيه؟ ولا على راسة بطحة؟ الظاهر إن الهباب اللي كنت بتشربيه خلاص بوظ لك مخك. لا حصولك، ما انا برضك صدقتك ومشيت وراكي وبطلته. يا ربي يا شيخه ما كنت بطلته، كان زماني مش موضوع زي دلوقتي. لمي روحك يا سميح. لمي روحي يعني ايه؟ ها؟ يعني ايه؟ هتعملي ايه؟ هتضربيني ولا تعلقي الفلكه؟ هنزل الشبشب عليكي زي زمان يا سميح. فنقلوا الحضان، بس ان شاء الله هيبقى كويس ان شاء الله. انا عارف انك تعبت كمان في الولاده، طول عمري انا واخده على الشقه والتعب. انا يمكن اكون تعبتك شويه، انما انتوا ظلمتوني. انت اللي ظلمت نفسك، ربنا ادالك كتير قوي وانت طمعت في الاكتر، كنت عايز تحط اصناف كتيرة قوي وتاكل منها في نفس الطبق. كل اللي عينك تشتهيه كنت عايز تطوله بايدك، مش مهم بقى تدوس على مين في طريقك وانت بتشب عشان توصل لبق الدنيا وتخطف منها اللي انت عايزه. مش شايف ان كده بتظلميني تاني؟ سيبني في حالي يا فواز، سيبني في حالي يا شيخ، سيبني ألم اللي باقي فيا أنا وأمي وابني، سيبني راح أشوف لي شغلانة تكفينا وتحمينا من مرمطة الدنيا وبهدلتها فينا.
ان انت هترجع تلاقينا مستنيينك بالاحضان؟ لا يا اخويا، ده الملك لله وحده، لا اله الا الله، فوق يا حاج فوق. انا فايق يا سميحة، ما كنتش عايزكم تاخدوني بالاحضان، انا عايزكم تفكروا شوية، مين فينا اللي غلطان؟ انا عشان اتجوزت على سنة الله ورسوله، ولا انتوا اللي قبلتوا بوضع وعشتوا عليه وجايين دلوقتي تحاسبوني عليه؟ ما تردي. بتعيرني يا فواز؟ بتعيرني عشان حبيتك؟ ما انا حبيتك، هو انا ما حبيتكيش؟ انا ما حبيتكيش، انا بس بفكرك مين اللي ظلم التاني؟ انا اللي ظلمتكم ولا انتوا اللي اتبليتوا عليا بتهم مزور ورميتوني في السجن؟ واحنا اللي خرجناك يا حاج. خد يا حاج ده مفتاح الاوضه الرابعه، الجرح اللي في قلب كل واحده فينا، وانت عمال بتدوس عليه ومش حاسس بتوجعنا قد ايه. الكابوس اللي انت معيشهولنا ليل ونهار نايمين وصاحيين، الالم اللي خدنا مستنيه كل يوم والتاني، القرف والوجع اللي خلاني اشرب بلاوي زرقاء مش بتاعتي. شفت الاوضه الرابعه وصلتنا لايه؟ اهو خلاص يا حاج، مفتاح هيبقى معاك، بس احنا خلاص يا حاج استوينا، ما بقيناش حمل جرح تاني. إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بابا مين أنت؟ مين أنت؟ وحشني يا بابا، وحشني يا بابا، تعال حبيبي. وحشني يا منعم قوي. انت كمان يا بابا وحشني، انا كل يوم بقف في شباك الاوضه بستنى عشان اشوف العربيه وردك ما بتجيش، مش هتيجي معايا بقى؟ حبيبي يا منعم، يا منعم قول لي حبيبي، انت لسه بتغني؟ ما تخافش، أنا نفسي أسمعك بجد يا بابا. أغني؟ أغني يا حبيبي. وقولوا لعين الشمس ما تحماشي، لحسن حبيب القلب صباح ماشي. وقولوا لعين الشمس ما تحماشي، لحسن حبيب القلب صباح ماشي. ويا حمام يا حمام ترقب له قوام، يا حمام خليه، يا حمام الشمس حرير، يا حمام ويا حمام يا حمام ترقب له قوام، يا حمام خليه، يا حمام الشمس حرير، يا حمام. الشمس ما تحماشي، لحسن حبيب القلب صباح ماشي. وقولوا لعين الشمس ما تحماشي، لحسن حبيب القلب صباح ماشي. وقولوا لعين الشمس ما تحماشي، لحسن
احسن حبيب حبيب ده اللي صبح ماشي. عشان حاج منى ما كانش فاضي يوصله. جبته. السلام عليكم. بابا ما تمشيش. احنا اللي ماشيين يا حاج. ماشيين رايحين فين؟ خلاص. احنا ما عدلناش مكان هنا تاني بعد اللي حصل. الوحيد اللي ما بقاش ليه مكان هنا هو انا. هو تفتكر ان دي حاجه سهله ولا عقاب هين؟ البيت ده مش حيطان ولا بيبان ولا شبابيك ولا عفش وسجاد وستاير. البيت ده روح واحدة، روح واحدة ومقسومة على الكل. صالب نفسه وسايع الكل بنفسك يا نار. هون علينا حاجات وحشة كتير قوي. ضحكتك يا سميحة وخف دمك. بتطري علينا برضو شقاوة دلال وشقاوتها وخفة دمها دلعها ومبارك لنا بيه. كان مبارك لنا بتقوة هدى. ربنا سبحانه وتعالى لما بيجازي من آدم بيجازي من فعل العمل، بيحرمه من الحاجة اللي كان فاكر إن هو مالكها. والواحد يقعد مع نفسه ويفكر ويعرف قد إيه هو صغير قدام المولى عز وجل. الحمد لله أنا عايش بقيت عمري أصلي وأستغفر. يمكن ربنا يسامحني ويمكن انتوا تسامحوني. يا ريت تسامحوني، لا توحشوني. شوفوا وشكوا بخير، شوفوا وشكوا بخير يا اولاد. شوفوا وشكوا بخير. السلام عليكم. ما تمشيش يا بابا. ما تمشيش يا حاج. ولا ايه يا سميحة؟ مشكلتنا الحقيقية إننا ما بنشوفش حاجات كتير غير اللي إحنا رافضينها. ما شفناش في أمينة غير ضعفها قدام سي السيد، ونسينا إنها نموذج للعطاء والتسامح بلا حدود. ما خدناش بالنا من شخصية زي أم حسن في رواية بداية ونهاية لنجيب محفوظ، اللي كانت نموذج للقوة والصبر والعطاء والتضحية. أنا شايفة إن الست بطبيعتها اللي خلقها بيها ربنا هي خليط من الاتنين، هي القوة والتسامح، هي الصبر والعطاء. في عز قوتها تقدر إنها تسامح، وفي عز ضعفها تقدر إنها تدي. دي خلاصة تجربة عشتها
وشفت فيها الست على حقيقتها ببساطة قبل ما الدنيا تلونها بزينتها الكذابة. معلش اعذروني لو كنت طبيت عليكم كده من غير دعوه، انما في كلمتين كنت عايز اسمعهم، وكلمتين ضروري اني اقولهم. أنا اسمي فواز الصياد، يمكن كتير منكم سمع عني بالذات في الفترة اللي فاتت، وصدقوني صدقوني أنا أكتر إنسان بقدر الست وعارف قيمتها، عارف قيمتها كويس أوي، حتى لو اختلف معايا ناس كتير. لكن البني آدم مننا ضعيف. البني آدم ممكن يشوف الدنيا بنص عين. مش قصده. محدش بيبقى عايز يشوف الدنيا بنص عين. بس ساعات بيكون كسل. ساعات بيكون استسهال، ساعات بيكون ضعف، ساعات بتكون حاجات كتير قوي. أنا كنت واحد من الناس دول، كنت واحد من الناس اللي شايفين الدنيا بنص عين. لحد ما قابلتك يا كاميليا، كاميليا فتحت عينيا التانية، خلتني أشوف الدنيا بشكل عمري ما شفته قبل كده، خلتيني أشوف الدنيا أحلى والحياة كاملة. شبه كاملة طبعا، الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. وأنا جيت النهاردة جيت لك يا كاميليا عشان امدلك ايدي. مش لازم لما نتقابل نتصادم، ممكن قوي نتفاهم مهما كنا مختلفين. بس انا دلوقتي مش على ذمتك، وانا عايز اسلم عليكي حتى وانت مش على ذمتي. عايزك تحطهم جنب الكتب اللي انت جبتها، واتمنى انك تقراهم. ان شاء الله. اشوف وشك بخير. ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. تيجي تحضري اسبوع يا ابني. الاسبوع ده انا اللي عازمك عليه، وهجيب لك هديه فيه اتمنى انها تعجبك. من غير مناسبه برضه؟ شوفها الاول وبعدين احكم. خلي بالك من نفسك. يلا بقى يا اولاد.
الحاج كده هتتأخروا على الطيارة. سلمني على حضرة النبي يا حاج. أنا جاهزين أهو يا حاج، جاهزين خلاص. يلا يا بنات روحوا ترجعوا بالسلامة يا أولاد. الله يسلمك يا حاج. مش كنت جيت معانا؟ كانت كمية يا عم، كفاية عليك قوي دول، بس على الله تعقل بقى. ربك المستعان يا حاج. بتقول حاجة يا حاج؟ ها؟ رد. بتقول حاجة يا حاج؟ اللهم اغفر لنا وتقبل منا. آمين. قولوا آمين. آمين. يلا على العربية يا بنات. زغرتي يا بنتي يا سميحة. إيه اللي بتعمليه ده؟ هو أنتوا رايحين فرح؟ ده أنتوا رايحين تحبوا. عقبال فرح ولادك يا حاج فواز بعون الله. ولا أنت نفسك في حاجة بعون الله؟ ما ترد يا حاج فواز. لسه نفسك في حاجة تانية؟ لا خلاص خلاص قوي، احنا كده الحمد لله جبرنا وكله بما يرضي الله. تاني يا فواز، كله بما يرضي الله. الله أكبر. فواز ايه؟ سلام عليكم، تيجوا بالسلامة. اركبوا اركبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المدام خدتها من بيتها، مش وعدتها هتهننها، ولا فاكر انت اشتريتها وحقك تطلع عينها. المدام خدتها من بيتها، مش وعدتها هتهننها، ولا فاكر انت اشتريتها وحقك تطلع عينها. تفتكر انك جامد، دي تاكلك حاسب قلبتها. حطها في عينيك، حطها في عينيك، حطها في عينيك ستتها. حطها في عينيك، حطها في عينيك، كلمتين ثبتها. اوعى تفتكر انك جامد، دي تاكلك حاسب قلبتها، حتى ربنا حذر منها. وحقك تطلع عينها. المدام صنها ودلعها، رزق جالك ليه بسببها. اوعى تظلمها وتوجعها، ولا تتجنن تضربها. اوعى تظلمها وتوجعها، ولا تتجنن تضربها. اوعى تظلمها وتوجعها، مهما تعمل فيك براحتها. اوعى تفتكر انك جامد، بتاكلك حاسب قلبتها. حطها في عينيك، حطها في عينيك، حطها في عينيك ستتها. حطها في عينيك، حطها في عينيك ستتها. اوعى تفتكر انك جامد، بتاكلك حاسب قلبتها، حتى ربنا حذر منها.